شهر مبارك. أكيد الكل ناطر حزورتنا اليوم. بليبيا في مني غابات، وبإسبانيا بزرعوني بكميات. أنا من فصيلة البقوليات، ولا تشربني بدك بس ثلاث مكونات. مين أنا؟ اللي بيجاوب صح رح يدخل اسمه بالسحب. خلونا نشوف سوا شو الهدايا اللي ناطرتنا. تتشرف باتيسري لامادلين بتقديم هدية يومية للفائز بحزورة رمضان من الحلويات العربية، وكل عام وأنتم بخير. بيشرفني أني أنا أكون معكم هون طيلة شهر رمضان لأقدم لكم 30 هدية تسعد قلوب الستات. أتراني عثمان بيوتي سنتر مع فريق عمل نسائي متخصص، كل عام وأنتم بألف خير. إنسايد أركيغرافيك بيقدم كباية مطبوع عليها صورة الرابح ولوجو المطبخ طرابلسي. تسر إدارة مطعم عبد الكريم صبرة أن تقدم وجبة يومية للفائزين بحزورة رمضان المبارك. بقدم لكم من محل ديفا هدية يومية للرابح بحزورة رمضان، شال من اختياركم ورمضان كريم. من ساشا أيدياز حابين نقدم 3 أرانج مع فواكه مجففة للرابحين بحزورة رمضان. ينعاد على الجميع بالخير والبركة.